عن الفودو قبل كده او تعرف هو ايه؟ لا اول مره اسمع عنه. ده زي البانجو واسود شويه، حاجه جديده كده نازله، سمعت عنها على النت يعني على الفيس انه حاجه بتاعت مخدرات جديده يعني. لا تقريبا على حد معلوماتي نوع من الرياضه، نوع من الرياضات. الفودو عباره عن حشيش بس من نوع الغالي. لا بعرف اللي في ناس كتير بتقول في فودو كده فاهم، لكن ماليش انا في الحاجات دي. خطر جامد واللي بيتعود عليه ما بيعرفش ينساه. لا ما عرفوش للاسف. فودو فودو هو تقريبا نوع من انواع المخدرات. تعرف حد بيتعاطى الفودو؟ لا ما اعرفش حد بيعطاه، بس انا سمعت ان هو عباره عن مهدئ تيران ونوع من المخدرات شبه الاستروكس والكلام دوت. احنا عارفين ان هو مضر لينا بس بنعمله. تعرف ما هو تأثير تعاطي الفودو؟ هو حاجة بتغيب بطريقة غبية يعني. انا جربته مرة عشان ابقى صريح معاك، حاجة ممكن تخلي الواحد يموت نفسه او يموت اللي قدامه. يخلي الواحد في وعي تاني وبيوديه لحاجة كده يعني، استغفر الله العظيم يا رب، الواحد ما يتمنى ان هو ما يبقاش فيها اصلا، ما بيبقاش زي البني ادم عادي، بيبقى في دنيا تانية عقله بيتمحي. الفودو دوت اللي انا سمعته يعني عن فكرة، انا الفودو دوت مهدئ تيران هو الاستروكس، حاجة بتعمل غيبوبة كده بس يعني، هي مهدئة، بسمع انها مهدئة للحيوانات اللي هي مثلا زي الطور كده، مثلا طور هايج حاجة زي كده، فبقول لي بنجربوها فهي بتهدئ يعني، بتخليك في عالم تاني. رغم هذه المعلومات المنقوصة او المشوهة او المغلوطة عن الفودو، الا ان الدراسات تؤكد انه احدث واخطر المخدرات التي بدأت تنتشر اخيرا في مصر والوطن العربي. والفودو علميا هو نبات يشبه البانجو، لونه اخضر فاتح ويتم تعاطيه عن طريق التدخين، ويؤدي تعاطي الفودو إلى السيطرة التامة على الجهاز العصبي وتخديره، ويزيد من الهلاوس السمعية والبصرية، كما يسبب اضطراب في الجهاز الهضمي وتضخم في الكبد وتآكل لملايين الخلايا العصبية، وهو ما يعرض المدمن للذبحة الصدرية وارتفاع الضغط وفقر الدم والفقدان المؤقت للذاكرة. الفودو إذن من أكثر المواد المخدرة سمية وخطورة. تجنب الفودو، اقلع عنه الآن واهرب من خطره. الفودو طبعا ده يعني نوع من نوع جديد من انواع المخدرات، زيه زي البانجو زي الحشيش يعني، كله مخدرات وكله طبعا بيأثر على الجهاز العصبي للإنسان. هنعرف من الدكتور احمد النهارده ازاي الإنسان لو هو مدمن او بيتعاطى مخدرات، ازاي ان هو من نفسه بدون اللجوء لطبيب ان هو يقدر يعالج نفسه. الدكتور احمد هيقول لنا على الخطوات اللي ممكن المريض يساعد نفسه بيها، بالاضافه ان هو لو محتاج مساعده طبيب لكن هو في اجراءات معينه هو يقدر يعملها بنفسه. دكتور احمد احنا عايزين بقى نصيحه تقولها لاي مدمن عايز يقلع عن المخدرات ومش عارف. طيب الشخص بنفسه لما يكون عايز يقلع فهو قطع نقول 50% من المشوار بالنية ان هو عايز يبطل مخدرات. تمام. لكن الحقيقة ان 50% دي مش كافية. تمام. لان انا لما بكون عندي مرض عضوي انا محتاج اروح للطبيب علشان يكشف عليا، والا لو رحت لاي صيدليه وخدت اي دواء انا ممكن اعرض نفسي لمشاكل صحية اكبر. تشخيص غلط. نفس القضية في الادمان. كتير من الاسر، كتير من الاهالي، كتير من الاشخاص اللي بيتعاطوا مخدرات بيبقوا شايفين برضو من وجهه نظرهم ان هم قادرين يتعاملوا مع القضيه دي لوحدهم. احنا لازم نصنفه هو مرض زيه زي اي مرض. نيتك شيء جيد جدا ممتازه، لكن انت محتاج تروح الى مكان. طيب تمام. هو دلوقتي النهارده جه لحضرتك واحد مريض النهارده عاوز يقلع عن المخدرات. تمام. وجه لحضرتك، واحد اتنين تلاته هتتعامل معاه ازاي؟ اول حاجه احنا بنعمل له مرحله اعراض الانسحاب او الوزدراو دي، على حسب نوع المخدر، على حسب كميه التعاطي، على حسب المواد اللي هو بياخدها. وبنبتدي نعمل اعراض الانسحاب، ودي فتره تقريبا بتبقى من 7 إلى 10 أيام كحد اقصى. تمام. في بعض المواد بعضها بيطول شويه، لان في بعض المواد للاسف بتسبب هلاوس وضلالات وبتسبب امراض عقليه ممكن تبقى فيها مشاكل. بعد كده بينتقل الى المرحله الثانيه اللي هي الريهابيليتيشن او مرحله اعاده التاهيل. تمام. مرحله اعاده التاهيل دي مرحله بقى بيبقى لها اكتر من طريقه. طريقه انبيشن لما يخش مركز يبقى في ثيرابيوتيك كوميونتي، او حتى عن طريق اوت بيشن، عن طريق متابعه خارجيه. لكن الاهم في القصه هو ان هو يخضع الى برنامج
تأهيل نفسي وسلوكي علشان يقدر يبطل مخدرات. هذكر هنا نقطة دايما كل المدمنين عارفينها كويس قوي، لما بيجي بيبقى أكتر حاجة بترجعه للانتكاس ألا هو أنه أول ما بيبطل مخدرات بيحس أنه هو في حاجة غلط، هو مش مظبوط، في حاجة فاضية جواه، هو مش مرتاح، مبقاش طبيعي. فهو بيبقى عايز يروح للمخدرات. هو الطبيعي عنده أنه مدمن بالظبط، هو عايز يروح للمخدرات عشان يرجع طبيعي. الخواء النفسي ده او الافتقاد النفسي ده ما بيقدرش يعوضه غير برنامج تأهيل واضح المعالم لأساليب معينة عشان يقدر يعوض الفراغ ده، ولما بيعوضه بيبقى عايش في سلام زي ما بيقولوا مع نفسه، وبالتالي بيقلع عن المخدرات ويبطل. المعادلة دي هي معادلة محتاجة منه انه هو يبقى عنده نية، وفي نفس الوقت محتاجة ان يبقى فيه فريق متخصص بيتعامل مع القصة. طيب يعني هو لو جالك النهاردة هتقول له مثلا يلعب رياضة مثلا، يحاول ان هو يبعد عن اصدقاء السوء، يعني اكيد في توجيهات التبطل. الحقيقة ان البرنامج التأهيلي بيبقى فيه قواعد، القواعد الاولانية زي ما حضرتك تفضلت منها ان هو يبتدي يبعد عن الاشخاص اللي بيعملهم اللي كان بيتعاطى فيهم، يبعد عن المفهوم القديم بتاع ان انا ممكن اروح اقعد في غرزة بس يبقى عندي ارادة. لا مش صحيح، ده مفهوم غلط. لانه لو راح غرزة هياخد مخدرات، هو الحقيقة هو يبعد اصلا عن الغرزة او يبعد عن المكان اللي يتواجد فيه مخدرات او اصدقاء بيتعاطوا وهكذا. لكن احنا معنا بعد اذنك في تجربة لاحد المتعافين من الادمان المخدرات. يوسف ولا مين؟ اهلا يا استاذ يوسف. اهلا بحضرتك. انت حضرتك احد المتعافين من الادمان وربنا يعني كرمك والحمد لله بقيت دلوقتي انسان كويس، يعني ما عادش فيه اي ادمان ولا اي حاجه. الحمد لله. طب احكي لنا بقى انت كنت بتتعاطى ايه وكنت بتشرب ايه وعالجت نفسك ازاي؟ طيب بص هقول لحضرتك على حاجة. هي رحلة طويلة أنا عشتها مع المخدرات، ويمكن ما كنتش قابل أصلا كلمة الإدمان أو كلمة إن أنا راجل مريض، كنت دايما بحس بالرفض. ما ده نفس الكلام اللي الدكتور أحمد بيقوله إن المدمن مش قادر يقتنع إنه مريض. يعني يعني لأن أنا بحس إن أنا كنت مرفوض جدا من المجتمع، أو إن أنا برضه هتخلى على الحاجه الوحيده اللي هي يمكن بتعمل لي كمسكن او بتخليني قابل الحاجات اللي انا مش قابلها في نفسي، ويمكن انا ما كنتش قادر اواجه نفسي بالكلام ده الاول. بص انا كده بكلمك من قدام، يمكن ورا بقى انا ما كنتش شايف الكلام ده خالص، كل ده بيتحرك جوايا. فانا ببتدي النهارده اتعامل مع مخدرات او اتعاطى مخدرات. كنت بتتعاطى ايه يا يوسف؟ كل حاجه. يعني تعطيت يعني حشيش، بامبو، ترامادول، افيون. هو بيبتدي اي متعاطي في الدنيا بيبتدي بالحاجات الصغيره، وبعد كده بيلاقي الموضوع بيكبر. يعني انا تقريبا اي حد ابتدى بالمخدرات فابتدى بيشرب ازازه بيره، بيشرب كاس خمره، بيشرب حشيش، ويبتدي النهارده كل حاجه بيقول عليها مش هعملها بيلاقي نفسه عملها ووصل للاسوأ منها. انت قعدت مدمن قد ايه يا يوسف؟ حوالي 16 سنة. يا خبر يعني. 16 سنة؟ لا 16 طيب. سنة كده من غير ما الواحد يحس. انت عندك كم سنة اصلا؟ يعني انا عندي اخر التلاتينات. اخر التلاتينات. طيب اتعالجت ازاي بقى يا يوسف؟ والله بص حضرتك ده برضو كان رحلة طويلة الاول، لان كان زمان ما عندناش الرفاهية بتاعت دلوقتي ان في ناس متخصصة وفي ناس عندها برامج فبتتعامل معاك بالشكل ده. لا كلنا كنا بنتعامل مع المخدر ان هو جسماني، فبنخش مستشفى بيتعمل لنا اعراض انسحاب، بنستخبى شويه جوه او بيعزلونا عن المجتمع شويه، وما بيهيئوناش ان احنا نتعامل ازاي او نبتدي نغير انماط حياتنا باي شكل، او ازاي نتغير في حياتنا ويومنا مع اهالينا، ايه الحاجات اللي انا اقدر نعملها وايه الحاجات اللي ما اقدرش نعملها. ده كان شكل العلاج دلوقتي. زمان ما كانش فيه الكلام ده خالص. فطبعا كنا بنخش المستشفى بندخن ونحلو تاني وخدودنا تمرض، كنا نرجع تاني نلاقي نفسنا زي ما احنا، فبرجع تاني نفس الصحاب نفس الانماط اللي انا كنت بعملها تاني، فلاقي نفسي برجع لنقطه ومن اول السطر. يعني ده نفس الكلام اللي الدكتور احمد بيقوله ان لازم يبقى فيه علاج للسلوك نفسه. طبعا هو الموضوع كله موضوع سلوكي، ان انا
كحد عندي مشكلة، فأنا لازم أتغير، مش المخدرات تتغير، مش الدنيا تتغير، مش يعني أنا اللي بتغير عشان أعرف أتعامل. أنت بتشتغل إيه يا يوسف؟ بتشتغل إيه؟ والله انا بشتغل مش مهم، انا مش بحب اتكلم على خصوصياتي قوي. لا يعني ما يعني الشغل مش خصوصياتي انا يوسف، يعني انت شغال ايه يعني؟ في التسويق. شغال في التسويق. طب كويس. ودلوقتي بقت يعني بقت الحياه طبيعيه خالص يعني؟ الحمد لله انا شخص الحمد لله ما فيش حاجه اسمها النهارده انا بقدر اقول انا طبيعي ولا مش طبيعي، لان انا عايش حياتي الطبيعيه. انا راجل النهارده شغال، راجل متجوز، عندي اطفال، عندي اصحاب. انا النهارده عامل زي مريض السكر، ببقى عارف ان انا كويس جدا، ايه اللي ما اقدر اعمله وايه اللي ما اقدرش اعمله. طيب انت لما بيقابلك مشاكل في المجتمع دلوقتي يا يوسف، مثلا مشاكل الزحمه، مشاكل الاسعار، التوتر، بيجي لك نوع من انواع الاحباط والكلام دوت، ما بتلجاش تاني للمخدرات؟ لا طبعا مش هينفع اعمل ده. انا النهارده اتعلمت ان انا اعيش الحل، اعيش المشكله عندي. النهارده ناس كتيره جدا بقدر اتكلم معاها في مشاكلي وبتوريني الحقيقه. انا اتعلمت خلاص ما اهربش. تمام تمام. استاذ يوسف انا بشكر حضرتك جدا، بشكرك. يوسف طبعا ده حاله من الحالات اللي بتجي لك يا دكتور احمد. صحيح. وعندي تعليق على جمله رائعه قالها، ان انا حاسس ان مرضي زي مرض السكر. مرض السكر مرض المريض بيتعايش معاه طول عمره وبيفضل يتعايش معاه، فكرونيك حلويات بالظبط، بيكنترول القصه. مرض الادمان نفس الحكايه، هو بيتعايش مع مرض الادمان، بمعنى ان هو عنده تولز معينه ما بيروحهاش كده. حتى ذكر ايضا في اخر حديثه ان هو بيبحث عن الحل، بيبحث عن المشكله. يعني بيدور ايه التولز وايه الادوات اللي تساعده يعدي الاكتئاب والدبريشن اللي حضرتك كنت لسه بتقوله، او الظروف الصعبه. بيدور على الحلول دي علشان يفضل متعافي. وفي ناس لما بيجي لها بيقابلوا مشكله في حياتهم، يعني مشكلة مثلا غلاء الأسعار، بطالة، أي مشكلة بتقابله عموما، يعني عشان ينسى المشكلة بيلجأ للمخدرات. هو بيقول لك أنا بتعايش. بالظبط. ما إحنا يا فندم بنعلمه في البرامج التأهيل إزاي بدل ما يلجأ للمخدرات يلجأ لبرامج الدعم دي، يلجأ لبرامج الدعم بالأدوات بتاعتها علشان يقدر يعدي الأحاسيس دي ويقدر يعدي المشاكل دي فيفضل متعافي. فهي رحلة زي ما ذكر تماما.